الحدث مع أحمد القماطي. السراج ومعتيق البيدقان أو العروستان اللتان تحركهما روما حينا ولندن في أغلب الأحيان. مسرح العرائس في بوستة يعيش الآن في ورطة، فقد أدت مدافع الجيش المتقدة في المحاور السبعة إلى تسخين أجزاء خشب المسرح المتآكلة وأشعلت من تحتها النيران. ليس خشب مسرح بوستة فقط الذي أتلفته المدافع، فللسياسة أيضا صولة أخرى تجسدت تحركا دبلوماسيا نشطا وهادئا ومثمرا نفذها القائد العام. السياسة الإيطالية المتصلة برأس السراج ومعتيق ربما أتلف هذا السلك وظل سلكا واحدا عاجزا تحركه لندن عاصمة الإخوان. ما ذكرته آنفا هو تحليل أقرب للواقع بنيته على معطيان، معطى حصلت عليه من حساب الرئيس الأمريكي على تويتر الذي أعلن أنه اتصل بكونتي وأكد أن المكالمة كانت مثمرة وناجحة. معطى آخر جاءني من صورة الشيخ عبد الله بن زايد وهو يزور عاصمة الطليان. محللون أكدوا أن احتمالات قلب الطاولة فوق العاملان حاضرة، بل حاضرة بقوة، وأن الورقة الإيطالية التي استخدمها الرئاسي والخاطفون لمصراته وتكللت بإدخال المئات من جنود الاحتلال الإيطالي في إهانة للشعب الليبي الرافض لأي تدخل أجنبي، وحاولوا بغباء إقناعنا أن 300 جندي إيطالي هم فقط طبيب إيطالي وممرضتان. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. وكذلك أطالب منه من الرئاسي وطالبون أيضا أن يفعل وزاراته فيما تحت مسؤوليته وهو مسؤول عليها، والوزارة الوحيدة التي أكبرها وأنوه بشانها وأجل صاحبها هي وزارة الداخلية، فإني أراه في مستوى الحدث. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على شجاعته ووقوفه مع الحق. السيد بشاغة وزير الداخلية هو الوزير الوحيد الذي رأيته في وزارة الرئاسي يقوم بواجبه على الوجه الصحيح. هو الذي قال للناس صراحة دون خوف علينا أن نعتمد على أنفسنا، لم نعد يعني نثق في المجتمع الدولي، غرر بنا وخدعنا وأوصلنا إلى ما أوصلنا إليه، علينا أن نعتمد على أنفسنا، وهذا هو الواجب الشرعي وهذا هو الواجب الوطني، علينا أن ندافع على أنفسنا ولا نترك حرماتنا تستباح للظالمين وللغادرين وللإماراتيين وللمرتزقة أفارقة وغيرهم. فالوزارات في حكومة السراج بارك الله فيه نريده أن يفعلها، ومن لا يقدر على أن يؤدي دوره عليه أن يستبدله. هناك وزارات معطلة لم تشارك على الإطلاق، وزارة الخارجية، وزارة المالية لم تقم بواجبها، وزارة الدفاع غائبة، يعني وزارة الدفاع الآن هي عليها الاعتماد تكون يعني تقوم ب يعني تفعيل المعركة ورئاسة أركان فعالة وإدارة إعلام قوية تصل إليها المعلومات من كل المحاور وتصب فيها، وما يسمح بإذاعته يوزع على القنوات وكالات الأنباء ليرفع معنويات المجاهدين. أما أنها غائبة بهذه الصورة وكل محور يشتغل عن نفسه، هذا معناه أن ما فيش سبب وأن ما فيش وزارة دفاع فعالة ولا رئاسة أركان فعالة ولا إدارة إعلام في إعلام فعالة في وزارة الدفاع هي التي تمسك بخيوط المعركة. أنا أطالب الرئاسي بأن يتم يعني ما بدأه بأن يفعل هذه الوزارات، وزارة الأوقاف غير فعالة لا تقوم بدور، وزارة المالية، وزارة يعني الوزارات ما رأيت فيما مضى إلا وزارة الداخلية بارك الله في وزيره، ونسأل الله تعالى أن يوفقه ويبارك فيه. <تصفيق>
الحدث. أهلا بكم مشاهدينا. ينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع هنا في الاستوديو عضو مجلس النواب الأستاذ إدريس المغربي. كما أرحب أيضا بالمحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ رضوان الفيتوري. أرحب بالمحلل السياسي أيضا دكتور كامل المرعاش وعضو مجلس النواب دكتور علي التكبالي وعضو مجلس النواب كذلك الأستاذ زايد هدية. كما أرحب بعضو مجلس النواب الأستاذ بدر النحيب والمحلل السياسي دكتور العربي الورفلي. أبدأ بداية مع ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ إدريس. أهلا بك. أهلا بك سيد أحمد وبمشاهديك الكرام وبضيوفك الكرام. في ظل تسارع الأحداث في المشهد، كيف تنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش خلال الساعات الماضية على حساب تقهقر دفاعات الحشد الميليشياوي؟ نعم، أحيد التحية لمشاهدي ولضيوفك الكرام. بالتأكيد هذا شيء واضح أو شيء يعني بالتأكيد أن الجيش حيتقدم نتيجة للفرق الموجود. جيش منظم بمحاور، يشتغل بغرفة عمليات، يشتغل بضباط مهنيين، يشتغل بخطط وتكتيك، والمقابل تشوف فيهم أنتم ميليشيات، وواحد لابس شرط وواحد لابس ماليا وواحد فبل يعني النتيجة محسومة. محسومة يعني زي ما تقول واحد جيبه يشغل مصنع واحد ما يشغل مصنع، هذا بيشغله بينتج المصنع هذا ما ينتج. الفكرة أنا الأخرى والله بصراحة نحن يعني نتمنى أن هالشباب صراحة ما يموتوش، ما ربهمش يموتوا، لكن لازم يعرفوا أن هذا جيش. هم يقولوا هذه عاصمة ليبيا، إذا كان عاصمة ليبيا يبقى حتى هذوم ليبيين يبقوا عاصمة ليبيا. خلينا نحكوا شوية يعني خلينا حتى الخطاب إذا كان طرابلس عاصمة ليبيا خطاب عقلاني يخاطب العقول. بالضبط، نحن ما نبوش موت يا سيدي، هذوم شباب ليبيين، وواحد مفروض يمشي، واحد تاجر، واحد يمشي يخدم خدمة مصيب شغله وماشي ماسك كلاش ولا ركب 14 ونص ويرمي في الجيش ويفرغ فيه. هذا راهو اللي جايك راهو ليبي، وراهو حتى هو من حقه في العاصمة. كان إذا كان عاصمتنا طرابلس يبقى حتى هو من حقه في العاصمة. إذا كانك تحكي علي مهنة وعلي حرفة زي ما قلت زي ما حكينا أن هذا جيش منظم، هذا ضباط. الضباط شن عملهم؟ هذا عملهم. لكن أنت اللي مسيب عملك وراكب على 14 ونص ولابس شرط ولابس مالية وجاي تحارب، تبش خدمتك. هل صحيح أن البقرة والزمرينة يقاتلان من أجل مدنية الدولة؟ والله حتى الأسماء والله يتحشم حتى تحكي بهم أسماء يعني بصراحة. مدنية الدولة هضوم، أنا أعطيك الفكرة، هضوم يعني أشبه بالصيع اللي استفادوا في حقبة ما بعد فبراير، الفوضى اللي صارت وانهيار المؤسسات، سطوا على سلاح وداروا ميليشيات. طرابلس مدينة مدنية وسكانها ناس مدن وحضر، ما لهمش علاقة بالصراعات يعني عكس المناطق الأخرى. مش نرى حتى التقييم هذا مهم جدا، أن طرابلس راهي مدينة حضرية وسكانها الواحد يجي من العمل يسكر بيته ما لهش علاقة بالشارع عكس المدن الأخرى. ما تقليش طرابلس مش جابي، ما تقليش طرابلس بيضة، والله تختلف حتى ثقافة الشعب اللي فيها تختلف. هذوم سيطروا على السلاح، سيطروا على المعسكرات وحصلوا فلوس وحصلوا إمكانيات. مستحيل يطلعوا، حتى لو مستحيل يطلع هو في لو مثلا انت سحبت منه سلاح والسلاح اللي عنده والقوه اللي عنده حيطلع على الابيض. هؤلاء يحتلون مؤسسات الدوله السياسيه والاقتصاديه في طرابلس اكيد، ويستفيدون منها على حساب الشعب الليبي بالتاكيد. وهذا كله مضت هذا ما بعد فبراير نتيجه لانتشار الاسلحه، نتيجه لانهيار المؤسسات، نتيجه للظروف اللي حاطم بليبيا اللي ثوره مسلحه. الكلام هذا ثقافه الموجوده الان، ان راهو انا منطقتي انا قريتي انا معسكري انا، هذا مستحيل باش يجدوا انفسهم ما لم يكونوا عظم زي البكتيريا، ما يعيشوش الا في الظروف اللي هي مثلا خامله، ظروف مثلا جسم منهك يعيشوا فيه. هم زي البكتيريا ترجيبه في دوله منظمه. هذا اقول لك انت شن عندك؟ شن تقدر تقدم؟ عندما يقدم البقره ولا شريخان ولا حتى اسمام ولا يتحشم، حتى تقول نحن محكوفين في قنوات ولا يتحشم. فهذوم راهم يعني ما يعيشوش الا في الجسم الضعيف، ما يعيشوش الا في المنطقه الضعيفه. ونحن عشناها في شرق ليبيا، عشناها في برقه بالتحديد، كانوا موجودين سواء مؤدلس سواء على مستوى جهوي سواء ميليشيات. يحط في نظريه انا فبراير، يا اخي فبراير انتهى 7 سنوات 8 سنوات لنا تو يا اخي. اذا كانك تحكي عليه فبراير واهداف فبراير، انت اللي انقلبت على اهداف فبراير في انتخابات البرلمان، انت اللي بدلت صندوق الانتخابي بصندوق الذخيره، انت اللي درت عمليه فجر ليبيا، هذه كل انت اللي درتها. ما يكذبوش علينا، ما ينظروش على الشعب الليبي وينظروا، انت اللي حركت الطيارات، انت اللي حركت بعد اللي توا بطل قومي دارين لنا، انت اللي حركت الطيارات. والله يحكي لي انا مدير الشركه الليبيه، تقال لي واحده من الطيارات حقها 370 مليون حركها بادي بصاروخ سارقه من المعسكر، بادي اللي يروح حضره المزرعه بتاع غرغور علشان شعب طلع وقال ما عادش نبي ميليشيات وكلنا شاهدينها. قتلوهم قريب 40 شاب وبلا جرحى وبلا.
قصدي ما يكذبوش على الناس، ما يكذبوش، ما يظلوا كامش، ما يكذبوش عليكم. راه مضوم والله دايرين قصة والله خليفة حافتر عسكرت الدولة في مال برلمان عقد جلسة ولا مسألة. كان مجا خليفة قال لا لا معشي برلمان أطلع أي لا عسكر وخلاص إيش ما قالها. ما يكذبوش عليكم راه هذوم بيبقوا وأي حجة ونحن مستعدين نقارنهم بالحجة. مش يقولوا نبوا دولة مدنية كذابين هذوم اللي استطلعوا على السلطة وقلبوا بصناديق الاختراع في انتخابات البرلمان. يحكوا عليه خليفة حفتر، خليفة حفتر ضابط ليبي رقم 519 ما زيدش عليه حد سواء في على مستوى العائلة متاعه. راهو خليفة حفتر راهو مجاهد من العائلة عريقة مجاهدة والله في اللي مش ليبي من اللي قاتل من المجموعات. خلينا نحكوا بصراحة لأن نعرفوا بعض من الليبيين. الخطاب هذا لازم يسمعوا الليبيين. في اللي قاتل معاك مش ليبي ترجع أصوله والله مو ليبي. الله خليفة حفتر ضابط ليبي رقم 519. إذا كانكم تحكوا على جيش هذا جيش، إذا كم تحكوا عليه فبراير راهو نص ضباط ومرا المحاور اللي غادي فبراير. فوزي المنصوري تحكوا عليه لأمر محور غادي راهو مظروف في مطار لبرق يوم اللي قذافي داز ميليشيات ونزلها في المطار ضربوه في طاقة فما غير ركزوا عليه فما تنقوم مجروح بنا ركزوا عليه بس ما يزيدوش عليكم ما يكذبوش عليكم. هذوم يبقوا لازم يديروا الحجج ونحن مستعدين كل حجة نعطوها الحجة اللي مقابلتها. يحكوا علي فبراير زي ما قلت لك، يحكوا على المسار الديمقراطي والدور المدنيه كذابين ما يبوش دور المدنيه، لكن انا باش نبقى ندير لك اكثر من حجه. طيب على سيره مشاركه اجانب وغير ليبيين في صفوف الحشد الميليشياوي، ايضا الجارديان البريطانيه اعدت تقريرا كشفت فيه اجبار العماله الافريقيه على المشاركه في صفوف هذه الميليشيات لصالح السراج والداعمين له. دعني انتقل الان لارحب بدكتور العربي الورفالي المحلل السياسي. دكتور اهلا بك. مرحبا، مساء الخير ومساء الخير لضيوفك الكرام دكتور احمد. تقدم كبير احرزه الجيش خلال الساعات الماضيه على حساب تقهقر دفاعات الحشد الميليشياوي، كيف تعلق؟ نعم، الجيش يسير وفق خطه مدروسه وانتهى من المرحله الاولى باذن الله وسوف يدخل في المرحله الثانيه. هذا جيش ليبي مصمم على تحقيق الاهداف المرسومه له والخطة المرسومة، وبالتالي الهدف هو تحرير هذه العاصمة من الميليشيات الإرهابية التي أذلت الناس وأرهبت الناس. اللافت هنا يعني اليوم السويحلي زاير أحد محاور القتال في وادي الربيع وقال لهم أنا معاكم كتف بكتف. هذه حرض في الناس، يعني حرض في أولاد الليبيين على القتال والموت، ومجرد يجي يلتقط في بعض الصور ثم يعود إلى مخدعه وربما يفكر حتى في مغادرة البلد في نهاية الأمر، لأن هذا أولاد يدرسوا برا وأمورهم طيبة وكل الأمور عندهم طيبة وسيولة وأموال هنا وهناك، مش هم في الليبيين يحرض فيهم. اليوم شفناه يعني داير تغريدات وداير صور يدور بهم في الفيسبوك ويدور بهم في تويتر وقال أنا هاني في المحاور ومش عارف شنو. الجيش مصمم كما قلت لك أخي أحمد، والآن هناك يعني الآن لديكم خبر عاجل انسحاب كتيبة طوارة طرابلس. طبعا هؤلاء الشباب سوف ينسحبون لأن المخطط هو وجدوا خليط من المقاتلة ومن الأخوان ومن شرادم ومن أطراف أخرى، هدفهم هو احتلال العاصمة، والهدف المرسوم أيضا لهذه الميليشيات اللي هي المقاتلة والأخوان هو كتيبة طوارة طرابلس. هؤلاء الشباب سوف يكونون هدف لقدر الله، كما قلت في حلقة سابقة لقدر الله الجيش يعني ليس بتراجع ولقدر الله أجل مثلا عملية دخول طرابلس، طوار طرابلس سوف يجدون أنفسهم في فوهة المدفع. أيضا السراج هو هدف تالي لهذه الميليشيات، هذه الميليشيات لا رحمة لديها ولا شفقة، وبالعكس ميليشيات نصرات الآن تضع عينها على طرابلس وتريد البقاء في طرابلس. ولكن نحن املنا في الجيش يعني سوف يعني يحقق هذه الاهداف المنشوده، وهو هدف محدد تحرير العاصمه وتحرير المواطن الليبي. وشباب طرابلس موجودين وكل الناس في المناطق الغربيه ومنطقه طرابلس مدينه طرابلس كلهم مع الجيش، شباب ورجال ونساء وحتى الاطفال، والله صدقني حتى الاطفال مع الجيش، لان الميليشيات كرهتها الناس يعني نبدوها. الميليشيات ارتكبت اخطاء، السراج ارتكب اخطاء يغدق عليهم الاموال. تصور يعني جندي يقاتل في داعش في بنغازي لم يتلقى مرتبه منذ سنوات، والسراج في لمح البصر اعطاهم 2 مليون و 400 مليون. تصدقون علينا بالدوله المدنيه
أين هي الدولة المدنية وأنتم شنيتم علينا حروب يا سبحان الله؟ يعني حروب معروفة يعرفوها الليبيين من فجر ليبيا إلى قسورة إلى القرار سبعة إلى اجتياح ورشفانة. من اجتياح ورشفانة؟ هل هو الجيش؟ من اللي ارتكب غرغور؟ الجيش. من اللي ارتكب جريمة القرابولي؟ هل هو الجيش؟ الجيش أبدا لا يحرق ولا يهدف. هو كما قال الأخ المغربي حرقوا لنا طيارة تسوى ملايين، يعني حرقها بادي في صاروخ. هل هو الجيش حرق الطائرات، حرق المطارات؟ أبدا. الجيش يعني هذا بالعكس، هذه نعمة يعني أرسلها الله سبحانه وتعالى للشعب الليبي لتأمين المواطن الليبي. نحن والله العظيم يعني من كان يصدق أن هناك قوة أخرى تقف في وجه هذه الميليشيات؟ إنه الجيش الليبي القادم لتحرير المواطن من دنس هذه الميليشيات الإرهابية التي أعطت الناس في رعب، الناس في مشاكل أمنية. المسار الأمني الآن يسير بوضوح، يعني الجيش الحمد لله مشروعه واضح، مسار أمني وأجهزة أمنية سوف تفعلها المستقبل القريب، بعد ذلك سوف ندخل في مسار سياسي. هذا مشروع واضح للعالم كله، ما فيش حد زايد علينا بدولة مدنية أو دولة مش عارف شني أو الهراء هم اللي كرروا في عسكرة الدولة. ما فيش شيء في العالم الآن اسمه عسكرة الدولة أبدا أطلاق، ولا في شيء أيضا اسمه مدنية الدولة حتى لو نظرنا من منظور آخر فلسفي. إذن الجيش لديه الآن المشروع واضح، تحقيق الأهداف المنوطة به الموجودين في المحاور. الجيش يسير وفق خطط مرسومة له، هذا مسار أمني، مسار عسكري، هذا مسار الأمني قامت فيه عدة دول. طيب يعني وهل تعتقد دكتور أيضا أن الاستوانة المشروخة التي يرددها الإخوان والمقاتلة حول خشيتهم على مدنية الدولة واقعية يمكن تصديقها، خاصة وأن من يقاتل في صفوفهم صلاح بادي، البقرة، البيجة، الزمرينة وغيرهم من المجرمين والإرهابيين؟ والله هذه أسماء والله العظيم الواحد يتحشم حتى يذكرها علينا في صفحاتنا على سبيل الفكاهة. يعني تو هذا البقرة ومش عارف من إيش علاقتهم بالدولة المدنية وين يعرفوها سبحان الله؟ لو جيت قلت تشيل الدولة المدنية ولا الديمقراطية والله ما عارف كوع من بوع. هذا الإعلام، هذا إعلام إخواني وأدلج، إعلام يعني مسلط على الناس، يعني يتاجرون يتلاعبون بالكلمات. الدولة المدنية أين هي الدولة المدنية من 2011؟ تما وترت مؤتمر وبعدين صارت في مشاكل وبعدين درنا انتخابات وانقلبتوا عليها. من اللي انقلب على الدولة المدنية؟ من هو اللي انقلب على إرادة المواطن الليبي؟ ليست لهم علاقة بشيء اسمه دولة مدنية. نحن حتى الدولة المدنية أيضا بحاجة إلى مسار أمني. دولة بدون أجهزة أمنية وبدون جيش لا يمكن أن تكون هناك دولة مدنية على الإطلاق. يعني هذه ميليشيات، هذه المسميات التي ذكرتها سيد أحمد، والله يتحشم قدام العالم نذكرها. يعني ناس مدنيين وجد نفسه عنده سلاح وعنده أموال وجنده وقعد يرعب في الناس ويرهب فيهم ويقول لهم أنا والله دولة مدنية. أين هي هذه الدولة المدنية؟ هذا كلام فارغ وهراء، يعني يسوق له صفحات الإخوان والإعلام. هذه الأسماء الميليشيوية دكتور العربي أن تحتفي بها على صفحتك على فيسبوك وتسميهم بالنجوم تشفيا وتهكما أيضا. أريد فقط أن أنتقل لأرحب الآن بالأستاذ رضوان الفيتوري الكاتب الصحفي. أستاذ رضوان أهلا بك. مرحبتين بك دكتور مشاهدين. خالد المشري، فتحي بشاغة، عبد الرحمن السويحلي ومن لف لفهم كذلك يغررون بالشباب الصغار، يدفعون بهم ويشيعونهم إلى بثواهم الأخير. والدكتور العربي قال أن هؤلاء ضمنوا ربما منافيهم ومستقبلهم في الخارج بعد تحرير البلاد، لكن هل تعتقد أن رسالة التذكير لهؤلاء الشباب يجب ألا نمل من ترديدها ونذكر بها هؤلاء الشباب لسلخهم وسحبهم عن محور الشر؟ نعم نعم بالتأكيد. يعني أولا هؤلاء الذين يسقطون في النهاية ليبيين وشباب صغار مغرر، قد يكون الدافع الرئيسي بتاعهم هو المادية. وقد رأينا أمس تحديدا أمس يعني في بوابة أعتقد الهيرة، يعني عندما كانت كتابة من الجيش بأسلحة خفيفة من ثم دخلت قوات الجويلي ويهللون ويكبرون ويصوروا فيديوهات و و و
ثم تعامل معهم سلاح الجو الليبي، وللأسف يعني عشرات الشباب قضوا. باهي يعني منطقيا هؤلاء الشباب رقبت من؟ رقبت الذي قرر بهم، الذي أغواهم بالأموال التي هم بحاجة لها. الآن يا دكتور القناع يعني كشف تماما وأسفر الوجه الحقيقي عن الإرهاب المتجلي بالسراج وغيرهما. الآن معركة تحرير العاصمة، تحرير طرابلس، معركة تحرير الوطن برمته، هي معركة استعادة الوطن إلى الوطن، كل ما تعني الكلمة. طيب أستاذ رضوان، هل تعتقد أن هذه المعركة محسومة؟ وأن ربما مشروع الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة على شفا الانهيار، الآن هم يلفظون أنفاسهم الأخيرة؟ هل يمكن أن نصدر هذه الاستنتاجات من الآن؟ دكتور فلاحظ الأمور بصيغة تراتبية منطقية. من كان يقول أن يعني أقل من 200 رجل أو جندي سوف يحرر بنغازي التي كانت هي على وشك أن تعلن إمارة إسلامية؟ من كان يقول أمام هذه الآلة الضخمة العسكرية والأسلحة التي بحوزتهم؟ إذا الخلاصة رقم واحد يا دكتور، الرؤية تحدث التغيير. رقم واحد دكتور، الجيش عنده هدف معين واضح، تحرير الوطن، عنده رؤية شاملة للأحداث. رأينا في بنغازي النصر المعجزة بكل المقاييس العسكرية، رأينا في درنا، في الموانئ، في الجنوب، رأينا كل أهالي هذه المدن عندما تتحرر كيف يهللون ويكبرون لقدوم الجيش. رأينا أستاذ كيف الحرفية الشديدة بتعامل الجيش بحرب العصابات. طبعا تحرير بنغازي أثمرت خبرة واسعة بالتعامل مع هؤلاء الإرهابيين المتسترين بين المدنيين والذين يتخذونهم دروع بشرية. رأينا في مطار بنين الدولي، رأينا كيف استخدام الجيش إلى المطار، أوحى لهم أنه انسحب نيرانهم الكثيفة، أخرجهم من الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان جانب المطار، دخلوا المطار ومن ثم تعامل معهم بالكامل. وهذا يعني يسمى بالتكتيك العسكري، استدراج الأفعى من وكرها، أو كما صرح سيادة اللواء المسماري يعني الجبنة والفأر. يعني خلاصة دكتور، الجيش يتمتع بحرفية شديدة، يتمتع بالعقيدة المحصنة التي تحميه من أي هزيمة. لم نرى يا دكتور إطلاقا أن الجيش هزم في أي معركة. لماذا؟ أولا قيادة رشيدة ذات خبرة وباع طويل في المجال العسكري، ويشهد لها كل القيادات العسكرية في العالم، وهذه القيادة المتجلية بشخص المشير خليفة حفتر حفظه الله، ونحن نراه نعمة من الله أرسله الله لنا. أيضا أستاذي الحاضنة الشعبية الواسعة، لاحظ يعني أنا على تواصل مع
مع شباب في 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 طرابلس ومع امراء محاور من الصف الثاني الميليشيات الاجراميه وليست الارهابيه، لان شتان بين الميليشيات الاجراميه والميليشيات والتنظيمات الارهابيه. استاذ، هم قاعدين يراجوا فقط ساعة الصفر والإذن بالقيادة بالنزول إلى الشوارع. هناك تنسيق كامل بين أهالي طرابلس وبين القيادة العامة للجيش. يعني لاحظ حضرتك الأحياء التي تحررها العاصمة طرابلس، لاحظ فرحة الأهالي، لاحظ يعني الابتهاج والسرور على وجوههم. لماذا؟ لأن آن الأوان أن تخرج العاصمة من هذه البوتقة الضيقة. وهناك لا يخفى على أحد يا دكتور، هناك اتفاق ضمني دولي وخرج على العلن وليس كان ضمني بالسابق. أريد أن أتصل معك أيضا ومع بقية ضيوفي في هذا المحور أستاذ رضوان فيما يتعلق بالموقف الدولي. كيف تقرأ تصريحات المبعوث الأممي غسان سلام التي عبر فيها عن القلق حول ما سماه انقسام المجتمع الدولي؟ هل تعتقد فعلا أن المجتمع الدولي لا زال منقسما حول الحرب على الإرهاب في ليبيا؟ يعني يا دكتور، يعني تماما كما قلت بالأمس تماما على قناة العربية، فليقلق السيد غسان سلام ما يشاء، يقلق ما عندهش مشكلة. وماذا جنينا من 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 قلقه؟ وماذا جنينا من طولة الفترة التي استلم بها هو والسابقين، سوى تطويل هذه الأزمة وتطويل هذه المحنة. أستاذ، الآن يعني عندما يتشدق المتشدقون في الدولة المدنية، وبالمناسبة يا دكتور عندما ترتفع لهجتهم بالدولة المدنية فهذا دليل انهزامهم في الميدان. طيب. ورأينا في عدة دول عربية عندما يتشدقون بالدولة المدنية ولا لعسكرة الدولة، فهذا يعني أنهم مهزومون تماماً. طيب، وهم غيروا أيضا في أساليبهم، يعني في بنغازي في درنا كانوا يطالبون بشرع الله، الآن هم يطالبون في طرابلس بمدنية الدولة بعد أن ضاق الخناق عليهم. أريد أن أعود لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ إدريس المغربي. أستاذ إدريس، كيف تقرأ الموقف الدولي في ضوء تصريحات غسان سلامة أيضا التي عبر فيها عن القلق وقال أن هناك انقسام كبير في المجتمع الدولي حول ليبيا، هل تعتقد فعلا أن هذا الانقسام الذي يتحدث عنه السلامة لازال مستمرا؟ نعم، شوف سيد أحمد، نحن والله قصة المجتمع الدولي، أنا أتمنى الحلقة، يعني نحن تجاوزنا قصة المجتمع الدولي بصراحة، أعتقد أن تجاوزناها بسبب حسمها؟ انحسمت. الآن أنت يعني كانوا بريطانيا كانت كل يوم تقدم في مشروع قرار في المجلس الأمن، هم عاش فيه. اعتقد ان ال 45 دقيقة حسمت الموقف الدولي. 45 دقيقة اللي هي مكالمة الرئيس الامريكي مع القائد العام. هم امر تشوف حتى الطرف الاخر السياسيين الموجودين، هم راه ممكن حتى اكثر منا باع في السياسة، لان اغلبيتهم كانوا معارضين وكذا، يعرفوا معنى 45 دقيقة لرئيس امريكا، يعرفوا معنى الرسالة واصلة. وبدليل ذلك ان جميع الاطراف اللي كانت تدعم في مشروع قرار داخل مجلس الامن بادارة الجيش انتهت. إذا نحن تجاوزنا، نحن الآن مفروض خطابنا للشارع، خطابنا لعربنا في طرابلس، خطابنا سكان مدينة طرابلس، خطابنا المنطقة الغربية، رأوا المجتمع الدولي انتهى. 45 دقيقة التي تتحدث عنها أيضا أستاذ إدريس، وهي المدة الزمنية التي استغرقتها المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقائد العام المشير خليفة حفتر. اليوم حمودة السيالة عضو مجلس النواب قال أنه هذه المكالمة أثرت على النواب الموالين للسراج. برأيك كيف سيكون تأثير هذه المكالمة؟ والله أنا بنوجه الرسالة للسيد حمودة سيالة بالتحديد، إنه هو يعرف، هو نحن كان معنا في مجلس النواب، وكان حتى أنا كنت رئيس الاستخارجية وهو كان نائب بتاعي، ويعرف لما الرسالة تطلع من البيت الأبيض هو يعرفها كويس. حمودة سيالة؟ نعم، حمودة سيالة يعرف، لأن احنا مشينا في 2015 مشينا لأمريكا، ويعرف معنى الرسالة لما تطلع من البيت الأبيض، ولما ترامب يرفع تليفون يكلم 45. فالسياسيين اعتقد ان ال 45 دقيقه هذه انتهت قصه السياسه. انا والله بصراحه اتمنى، انا والله ما نبي الشباب يموتوا بصراحه، يعني
الشباب اللي يغروا بهم ويدفوا فيهم الميليشيات ويدفوا فيهم فتحي بشاغة، خاصة أنهم كانوا ينتظرون تدريس موقفا دوليا يوقف إطلاق النار أو يحافظ على بقائهم. هذا الموقف الآن تبخر، لذلك أنت مصر على توجيه رسالة لهؤلاء العناصر أو لهذه الميليشيات غير المؤدلجة وتطالبها بضرورة الانسحاب. نعم، أنا اللي بنوجهها بصراحة زي ما قلت لك في موضوع الموقف الدولي بصفة عامة، حسم هذه راهي حسم، وهم أكثر وحدين اللي حتى يطلعوا يقولوا خذلنا المجتمع الدولي. لأن أصلاً مش يكون المجتمع الدولي يشوف في مشروع في طرابلس ويشوف في مشروع في القيادة وفي جيش، يقارن يدير في حسابات يقول لك هذا جيش منظم حرر بنغازي. يعني لما ترامب يرفع تليفون راه ترامب يعرف ان سفيره من كتاب في بنغازي وان من حرر بنغازي هو الجيش، ويعرف ان من شارك في قتل السفير متواجد الان بين الميليشيات في طرابلس. نعم انا جايك، وكانوا في درنا ومن درنا مشوا لسرت ومن سرت عدوا. يعرف المجتمع الدولي يعني مثلا خليني نقول لك الان اللي قاتلوا في صفوف المتطرفين في صفوف الميليشيات غادي متطرفين متاعين درنا ومتاعين جدابيه ومتاعين بنغازي اللي كانوا هنا معروفين بالاسم في اللي مات حفل يبلغوا وصلت لهم انه مات المجتمع. انا ما نبيش نحكي لنا المجتمع الدولي، انا حسب وجه نظري ومع احترامي للساده الضيوف انا وجهه نظري ان قصه المجتمع الدولي انتهت. طيب خلينا بس نستفيد من الحلقه، ونتمنى حتى الضيوف يوجهوا خطابنا لسكان منطقة مدينة طرابلس وما نبوش بصراحة زي ما قلت لك ما نبوش شباب يموت بصراحة يعني ما عاش نبو. أنا يا سيدي خلينا باش حتى هم شي يقولوا ونحن باش نردوا عليه. هم يقولوا دولة مدنية، نحن مع الدولة المدنية، نحن نتكلموا داخل مدينة بنغازي وأنا عضو مجلس النواب وحتى المشير أكيد يتابع في الحلقة. تبوا حتى بيان بكرة يطلع كم بيان نحن مع الدولة المدنية. الجيش انطلق من قاعدة دستورية. إذا كانكم تحكوا على الدولة المدنية خلينا أعطيك المقارنة الأخرى. أنتم انقلبتوا فجر ليبيا على الدولة المدنية، تكذبوش أهداف فبراير اللي تحكوا عليهم اللي احنا طلعنا من أجلهم يقول ليبيا دولة ديمقراطية. أنتم مجرد ما طلع النتائج يا أخواني اللي تدعموا في الميليشيات وقويتوا الميليشيات في طرابلس، مجرد ما طلع النتائج الانتخابات في 200 كرسي طلع عندك 13 كرسي، انقلبتوا درتوا عملية فجر ليبيا وجبتوا دهان الشايب هذا حطيتوه في الحكم في المحكمة وحاصرتوه ب 20 سيارة. يا تحكم لي صرحنا يا قلتلوك حكام مساكين الله غالب ما عندنا مدير. إذا كانكم تحكوا على الشارع خلينا يا سيدي نطولوا. بس طلعت مظاهرة في طرابلس. طرابلس صار فيها 3 مليون نسمة، نقولوا 2 مليون يا سيدي، مليون الآخر مش موجود في طرابلس، ما طلعش حتى 50,000. والله لو رهنك بكرة لو نقولوا نديروا طلعوا مظاهرة لي بالجيش وشرط تكون ضمانات إن اللي يطلع ما يكلم أحد، والله مش الساحة حتى البحر يتعبى في طرابلس. احنا متأكدين مش لأن عندنا اتصالات ونعرف 70-80% من سكان طرابلس يبوا جيش، ملوا من الميليشيات، ملوا من الشريخان وش اسمه والبقرة والشلة، ملوا منهم خلاص. يبي يتريعوا الناس، بيقرع عيالهم ما عادش يبوا مشاكل، يبي يطلع يبي يجي سيارة كويسة يركب فيها، يبي يطلع بنته تمشي تركب في سيارة. يا أخي حتى الرجالة في طرابلس مش يركبوا سيارة، مش بنات، احنا الناس الشعب بيعيش 7-8 سنوات الأخرى. لما يقول لك جيش حفتر، ما في جيش حفتر، هذا الجيش الليبي حفتر قائد عام، جبت عندهم ضابط عينه قائد عام. باش نوريكم صدام ولده خالد، لا اول امس راهو خالد امر كتيب 106 حولوه وكلفوه اللواء سالم رحيل. كان ما قال لا هذا ولدي لا منشاه، كلفوه سالم رحيل وكلكم شفتوه استلم اللواء سالم رحيل وخالد ضابط فيني يمكن ضابط ليبي من حقك لو من حقك الضابط. قال لا تريح وكلف، ليش ما قال لا والله هذا ولدي خليه في الجيش. لينا نعرف المشير، انا نعرفه شخصيا انه يشتغل بحرفيه، تقدم تغلط قش الحبس حتى العسكريين. هذا 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 شغل مؤسسة عسكرية، شغل مهني، فاهم؟ يقولوا كمش هذا جيش، لا هذا جيش ليبي جاي كان بيش يفك من الميليشيات. يا سكان مدينة طرابلس، يا هلنا وخوتنا واصحاب، يا شبابنا المغرر بهم، راو إذا كان يعطوا فيكم والله كم يعطوا فيكم في 2003 والله تستقر البلاد. نحن نعرف خيرات ليبيا وثروات ليبيا، والله تعيشوا ملوك تعيشوا أمراء كلكم من كثرة الفلوس اللي في ليبيا، لكن مجلس طيب. بكم في حرب يضيعوكم ويضروكم طيب. دعني أنتقل للدكتور العربي الورفلي مجددا. دكتور هل أنت معي؟ نعم. الموقف الدولي أين يتموضع دكتور من الحرب على الإرهاب، وهل تعتقد أنه تغير؟ هناك إيمان الآن بالجيش وعدالة قضيته؟ نعم دكتور أحمد، قبل الإجابة على هذا السؤال هو هناك أمر مهم أيضا تناقلته وسائل الإعلام وصفحات الفيسبوك وأثار جدل، هي فتوى المفتي المعزول ربما صحيح. سمعت بها أستاذ أحمد خرج علينا عبر قناة التناصح
اليوم وقال بكل من أدى فريضة الحج في السابق أو اعتمر في السابق لا يجوز له أداء فريضة الحج أو أن يعتمر مرة أخرى لأن الأموال سوف تذهب إلى السعوديين. والله هذه فتوى غريبة بصراحة يعني تصدر من هذا الرجل الملقب والذي لقبه الليبيين، يعني الليبيين يعرفونه جيدا لقبوه بالدجال. هذا الرجل يعني تمادى الآن لا لشيء لأنه شعر بأن ربما الأخوة في السعودية قد تغير، ربما يعني يدعمون المؤسسة العسكرية ويدعمون الاستقرار في ليبيا وأن يكون لدينا جيش، فهو يريد استخدام ذلك ضد العربية السعودية بمنع الليبيين الذين أدوا فريضة الحج السابق بمنعهم من أدائها للمرة الثانية والعمرة. فقدنا الاتصال مع دكتور العربي. طيب أنتقل الآن إلى المكالمات الهاتفية. العضو مجلس النواب معي الآن الأستاذ زايد هدية. أستاذ زايد أهلا بك. مرحبا بك أخي أحمد وبضيوفك الكرام ولجميع مشاهديك. أريد أن أسألك بداية عن الموقف الدولي من المعركة ضد الإرهاب، وهل تعتقد أن فايز السراج والممثلين السياسيين للحشد الميليشياوي قد فقدوا ورقة الشرعية الدولية التي كانوا يفاخرون بها ويتحدثون عنها؟ نعم حقيقة أخي، يعي جيدا فايد السراج ووزير خارجيته محمد سيالة أن المجتمع الدولي قال كلمته والأمر انتهى، وأن الجيش الليبي حسم أمره وسيدخل إلى ساحة شهداء طرابلس. وللأسف ما يؤلمنا هم الشباب الذين غرروا بهم هؤلاء السياسيين سواء بشاغة أو من معه. الأمر حسم الجيش يدخل لكن عندنا مهام الجيش قريبا بإذن الله تحت الشهداء مع جماهير والشعب الليبي في طرابلس وجماهير طرابلس، أن الأمهات التي ستفقد أبنائها نتيجة تصرفات هؤلاء السياسيين لأن هؤلاء شباب ليبيين وغرر بهم حتى لم تصل لهم الصورة الحقيقية أن هذا الجيش يكون ليبيا وليس كما يدعي البعض منهم أنه المنطقة الشرقية وجنوبية. وإنما يؤلمنا حقيقة كما قلت لك أن هذه الأمهات ستفقد هذه أولادها، ما السياسيين سيغادرون طرابلس إلى وجهة أخرى. أني نوجه رسالة من خلالكم للسيد فايز السراج وحمودي أو محمد سيالة الذين أكثر شخصين قد يكون وصلت لهم الصورة الحقيقة أن المجتمع الدولي حسم أمره وأن هذه الميليشيات انتهت في ليبيا وهناك دولة مؤسسات والفوضى ستنتهي، ولكن يغرر بهؤلاء الشباب. أنا من خلال قناتكم يعني نوجه رسالة للشباب اللي الآن واقف ويواجه في الجيش أن المفروض أنهم يتراجعوا ويرجعوا لبيوتهم لأن هؤلاء السياسيين غرروا بهم، هم أولادنا. والحقيقة أن هذا جيش ليبيا جاي يحمي في المؤسسات ولا يحكي ما يحكوا عسكرة الدولة، وكان هناك عسكرة الدولة لماذا قائمة دولة أو حكومة مدنية في شرق ليبيا والمناطق الخاضعة للشرعية. الحقيقة أن ما يؤلمنا هم هؤلاء الشباب الذين سيفقدون أرواحهم نتيجة تصرف هؤلاء السياسيين الذين يحضر بعض منهم للمقاتلة. الدولة قال كلمته والجيش الليبي حسم أمره وسيدخل العاصمة لا محالة، يعني قاوم أكبر بؤرة الميليشيات والمتطرف الإسلامية منها أنصار الشريعة في بنغازي حسين فرد وتراتبية عسكرية ومدعوم محليا ودوليا. الأمر الحقيقة أن حسن فقط حني أن نتعلم أولادنا اللي جروهم هؤلاء السياسيين المحافظ على المكاسب السياسية من وزراء ونائب مال عام والسيطرة على طرابلس. أنت لازلت توجه الرسائل لسيالة والسراج رغم أن الكثير يتحدث على أنهما أسيران مختطفان ممنوعان من السفر. أستاذ زايد كيف تعلق؟ ولكن لديهم تواصلات دولية تطلع إرسال هذه الرسائل للمجتمع الدولي بأنهم مأسورين وفق هذه الميليشيات وسياستها. عليهم يعني إظهار الحقيقة للشباب اللي غرر بهم لمواجهة الجيش. الحقيقة أن هؤلاء يعني في النهاية منجرين حتى هم خلف هذه الميليشيات، عليهم يعني اتخاذ موقف وطني لأن هذه الدماء بالكامل التي تسيل الآن يعني هم مسؤولين عنها مسؤولية مباشرة وستلاحقهم الدولة الليبية، يعني أجل غير إذا راح تم ملاحقتهم ما تخلوش مواقف وطنية مشرفة. كيف سيالة كيف سيالة السراج سينجروا أكثر مستنقع الدم وسيطالبهم يعني يوم ما وسيلاحقون بإذن الله سواء كانوا محليا أو دوليا. طيب أريد أن أسألك أيضا أستاذ زايد لو سمحت لي على تصريحات بعض زملائك حمودة سيالة عضو مجلس النواب. مكالمة الرئيس الأمريكي
الإبراج. برأيك ما هي نوعية هذا التأثير حسب قراءتك؟ طبعا قائد المشهد ان الحقيقه ان السياسيين كما قلت لك وزير الخارجيه وسيد فيصل راجو كل السياسيين وزير الداخليه كل يعرف الحقيقه ان المجتمع الدولي قال كلمته وحسم الامر، هو فقط تغرير بالشباب، سيموت عدد كبير من الشباب المواجه الجيش، كما قلت لك السياسيين سيفرون الى مكان اخر، والحقيقه هم يعرفون الحقيقه جيدا، ولكن يعني اظهار بشكل اخر او تجاهلها لدفع الشباب اكثر في مواجهه الجيش، واني من خلالكم يعني نستطيع ان الشباب بيوتهم وعدم الوقوف في وجه الجيش، ونستطيع ان نقدم لهم ضمانات باصدار ايضا قوانين عفو عام خاصه ان ينسحبوا، لان هذه الفرصه موجوده لدينا واليوم قد تتجلى في مطلب احترام النواب. مجلس النواب هو اللي قال كلمته من داخل تبرق وما قرر في داخل تبرق، اما غير ذلك هي لا تعبر الا على اراء بعض اعضاء مجلس النواب سواء كانوا في الغرب اللي يتكلم باسم نواب الغرب، بس انا نائب عن المنطقه الغربيه، هناك من يتكلم اعضاء مجلس النواب ان نواب المنطقه الغربيه ومن المنطقه الشرقيه، هذا كلام غير صحيح، هذا هو رايي الحقيقه. حموده سيالة اضاف في تصريحاته على ان البرلمان يتخذ قراراته باصوات 30 نائبا فقط، كيف ترد عليه؟ هم مقاطعين اصلا اعضاء مجلس النواب الذين تربطهم علاقات شخصيه بالسيد فايز سراج، من منح الشرعيه الدوليه للسيد فايز سراج لم يلتحق منهم احد، فقط شاهدناهم عندما الان سفينه واعضاء سياسيين يخرجون الينا بصفه اعضاء مجلس النواب، هم مانيك مراقب في مجلس النواب، منهم لم اشاهدهم من 3 سنوات حتى الان في قاعه قبه مجلس النواب، فقط خروجهم الان لاستعمال هذه الصفه للمحاوله والمحافظه على اطاله امد هذا الرئاسي الفاشل الغير دستوري، هذه الحقيقة. ولكن أعضاء مجلس النواب هم أصحاب كلمة متواجدون داخل القاعة رئاسة وأعضاء، وهم من يقرر قرارات مجلس النواب. طيب أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ زايد هدية عضو مجلس النواب. أعود الآن لدكتور العربي الورفلي عضو. نعم دكتور، أريد أن أفسح لك المجال لإكمال فكرتك قبل أن ينقطع الاتصال معك، كنت تتحدث على تقييمك وقراءتك للموقف الدولي، تفضل. نعم، كنت سألتني عن تطور الموقف الدولي تجاه الجيش الليبي. هذا الآن أصبح أمر واضح، يعني هناك دول الآن بشكل واضح غيرت من موقفها بشان الجيش الليبي، أيضا حتى الموقف الإيطالي أصبح يتغير تدريجيا بعد أن وصلوا إلى نقطة بأن السراج لا يسيطر على طرابلس وبأن الميليشيات تفعل ما تشاء في طرابلس. طبعا إيطاليا في السابق كانت تضع فيتو لا تريد قيام أي مناوشات أو أي حرب داخل مدينة طرابلس لضمان مصالحها الاقتصادية، الآن تدريجيا أيقنت بالفعل بأن الجيش الليبي أصبح قوة فاعلة على الأرض، وبأن الحل السياسي لا يتأتى ولا يمكن. مجددا فقدنا الاتصال مع الدكتور العربي الوفلي، أنتقل الآن إلى الأستاذ بدر النحيب عضو مجلس النواب. أستاذ بدر أهلا بك. أهلا وسهلا وبضيفك الكرام. نحن نقيم ونرصد الموقف الدولي أستاذ بدر من الحرب على الإرهاب وعملية تطهير وتحرير طرابلس من الميليشيات، الكثير الآن يجمع على أن الموقف تغير، لكن أريد أن أسألك تحديدا على موقف بعض الدول التي كانت داعمة بقوة للسراج والمجلس الرئاسي على رأسها روما، هل تعتقد أن موقف إيطاليا أيضا تغير أو سيتغير خلال الساعات القادمة؟ سامحني دكتور أحمد، بنحكي لك بالليبي بالدارجة، فهمتوا؟ تفضل. باش يفهموا الليبيين الكلام يقبع عام. تفضل تفضل. طبعا أنت عارف أن المجتمع الدولي هذا يترقب، وجميع الدول اللي هي في مجلس الامن كايطاليا والله بريطانيا هذه تنظر المنظور ان الجيش وقياده الجيش بعد عرفوا ان ترامب وامريكا ان هذا جيش ضروري يدخل طرابلس وضروري يخلص طرابلس من الميليشيات، وطبعا انت عارف ظهر وجه اخر اللي هو مش ميليشيات، ظهروا ناس اخرى مؤدلجين يعني اكثر من ميليشيات، يعني تقول اللي قاعدين بطرابلس راهم يعني عايشين وعندهم فلوس وممكن يقطعوا في الوادي،
الطروس راشد بحارب وراشد موتوا. انت عرفتنا القرار اللي يحكي عليه السياده امس يقول سيدي النائب قرار 7/2014 هذا 141 نائب صوتوا عليه، يعني 90 نائب من المنطقه الغربيه، نحن 60 نائب بس منطقه شرقيه، يعني 141 نائب صوتوا في قرار 7/2014 اللي هو تخليص الميشات من جميع انحاء ليبيا مش منطقه شرقيه. انت يا استاذ بدر الان تفند تصريحات حموده سياله الداعم للحشد الميليشياوي، تؤكد ان عمليات الجيش هي عمليات قانونيه، هناك تصويت جرى في البرلمان عام 2014 حصد اكثر من 140 صوتا، كلهم وافقوا على تطهير البلاد من الميليشيات وعلى عمليات الجيش، اليس كذلك؟ طبعا انت هذا بالتسجيل، هذا بالتسجيل وبالقاعد ومسجل. انا قلت لك بتجاوز كما قال الاستاذ بيش المغربي تجاوزناها تاع الدعم الدولي ما الدولي، هذا تجاوزناه. نحن مفعول متوا بان الكلام يقولوا فيه توا ان مما 30 نائب و40 نائب، نحن رانا بالنسبه لمكالمه ترامب هذه كما قال التدريس راه حلت مشاكل ملحت يعني اللي بالدارجه بالدول اللي في حيطه عداها خلاص انت القصه معشيه، يا مشير يا قائد عام يا جيش عدوا طرابلس خلصوا الميليشيات والارهابيين وطلعوهم وسيطروا على طرابلس باش العمليه الانتخابيه تقعد نزيهه ونظيفه، لان الميليشيات مستحيل حتدير انت انتخابات طرابلس مستحيل، وكنا نحكوا فيها من قبل، لكن ابطل الجيش بعد سيطره طرابلس حيصير انتخاب وصندوق، واللي يطلع في الصندوق تعبير سلام. راهو مكالمه ترامب ما جاتش بالسهل، بعد كم مكالمه ترامب؟ بعد شاف هو عنده مقبره صناعيه ومش شافنا نحن، شاف لنا الجيش وشاف الميليشيات، شاف الجيش وشاف الارهابيين، راهو احنا ما عديناش بالساهل حتى راهو مشى للجيش، مشى لطرابلس غادي، راهو في ترتيبات قبل وفي خطط وفيه حتى مساعدات دوليه خلك منهم تو ايطاليا وروما، هذوما يقولوا في كلام كجابرة خاطر كما يقولوا العرب الاولين، لكن الامريكان راهم خلاص الموضوع كما قال لك تدريس واحكوا في الجديد واحكوا ان شاء الله اسبوع او اسبوعين بعد الجيش يخش طرابلس تو شوفوا الديمقراطيه ويندموا على الكلام اللي يقولوا فيه وشوفوا الصندوق وشوفوا كما قال القائد العام قال نحن باذن الله راح نخلوها دوله مدنيه وصندوق وخش الصندوق وانتخاب بحمايه الجيش، الجيش طيور راهو لحمايه الديمقراطيه اللي يكذبوا توا ويحكوا قاعدين في طرابلس راهو الجيش بعد يدخل يحمي ليبيا بالكامل، راهو هو اللي يحمي صندوق الانتخاب وما يقدرش حد يحميه الا الجيش. طيب هل ستنتفضون في المنطقة الشرقية ضد حكم العسكر، ضد ما سماه زميلك في مجلس النواب المقاطع محمد رعيض طغيان حفتر؟ كيف ترد عليه؟ ما قاعد رد عليه خليفة حفتر وكما قال لك سادة النواب، خليفة حفتر ما قاعد نظف المنطقة الشرقية ونظف ساحة، ما كان يقول لا هي حكم عسكر، هو اللي نادي ديما حتى مع اتفاقات أبو ظبي ما فيش، هو اللي يحكي عن الديمقراطية ويحكي عن صندوق الانتخاب ويحكي عن بس النواب الشرعي ويقول نحن نبي نديره ودار معها اتفاقية وحكى معاه وقال له نبي نطبقوا القرار رقم 3 اللي هو بتاع رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، ما كان يحكي معها قائد العام، كان ما يقولناش لا 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 نحتل طرابلس وندير عسكر، نحتل سبها وندير عسكر، هم يا راجل يقول الحاجة هم لان هم حيخشوا في المرحله القادمه، المرحله القادمه هم مش حيخشوها لشكل هذوم لان خشوها بالقوه بالفلوس وبالسيطره على طرابلس. الاخوان والمقاتله لن يدخلوا لن يكونوا حاضرين متواجدين في المنطقه او في المرحله القادمه بعد تحرير البلاد استاذ بدر؟ لا لا باذن الله ان شاء الله عطي باسبوعه تلقاها كلهم في اللي في تركيا واللي في الامارات، لان راه اللي دار فلوس اللي دار فلوس مش حيقعد معاش بيموت هم عرفتوا، هذه كيف ما تقول اخر 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 طلقه لهم هم خلاص معاش فيه معاش تلقى حد ان شاء الله في طرابلس وحيندموا والله والله باذن الله حيشوفوا الانتخابات ويشوفوا الصندوق والله مكتوب سجل
حيندموا ويقول والله احنا يئسنا لنا سنتين في تكييف الميليشيات ال 24 ساعه كروا فيهم، تعال كره من مكتبه وقع، كره من حوشه اعطيني كيف ما قال لك تدريس، والله والله العظيم ما في كهرباء فاخره في طرابلس، وعدي تعال المنطقه الشرقيه وتعال حتى السفا، الكهرباء كل الحمد لله شوف فينا بروحك كهرباء فاخره، والعد ساعه 2 في الليل و3 في الليل، طرابلس نحلف لك عليها ما في سياره فاخره تقطع في طرابلس. طيب انت رئيس لجنه الاقتصاد استاذ بدر، حدثني عن الاقتصاد ونحن على ابواب ايضا شهر رمضان المبارك. الاقتصاد تبي حلقه بروحه استاذ احمد، لكن نقول لك حاجه راهو في تو احنا بالنسبه للجيش قاعد يقاتل والعويل قاعدين يموتوا غادي، لكن نقول لك حاجه تو انا تو دي رساله، لان في بسس في توريد السلعه التمويليه. انا اتصلت بوكيل الوزاره واتصلت هاتفيا بوزير الاقتصاد قال ما عنديش علم في عقود توقع شركتين ب 450 مليون سلعه تمويليه، وهذه اللي بنعرفه كيف جن وكيف وصل عليه العطاء، وتو اتصلت بالديوان المحاسبه باش نعرفوا نحن هذين هذا خلل وفساد، هذا فساد، لان كيف الشركتين هذه باساس خذل العقود 250 مليون. هل لك ان تطلعنا على اسم الشركتين التي تتحدث عنهما؟ تو اعطيك تو الخلاف هذا طبعا حنعطيك بالثابت وحنعطيك بالرسائل ونعطيك بالرسمي، لان شركتين ارسل عليهم 450 مليون ونحن راه نقول لك حاجه. اي شركتين؟ اي شركتين استاذ بدر؟ اي شركتين؟ شركتين معروفات تو نعطيك شاب بالثابت ما بقولكش كلام خلاص. اسمهن اسمهن عندك المستند، حدثني عن اسم الشركتين. لا الشركتين اعطيه لك ان شاء الله باذن الله تعالى بالمستند، تاخذهم انت ويعلقهم في الصفحه بتاعك في قناه الحدث، لان راهو هذا اجراء مش صحيح ومهما يكون. انت عارف اسم الشركتين الشركتين؟ انت تعرف اسم الشركتين؟ انا شفت في الاقتصاد والاستثمار ما بديش نقول وانا ثبتت ان شركتين بس، ولكن باتصال بالوزاره ما عندهمش علم كيف بنعرفوا من اللي وقع العقود 450 مليون. ونقول لك حاجه، نحن رانا توا ضد الفساد، الجيش قاتل ونحن قاتل ضد الفساد، نحن نبي نعطيك باذن الله بكره ولا بعد بكره تنزلها عندك انت بالفساد 400 وعندك فرصه الان على الهواء، لماذا لا تطلع الشعب الليبي على اسم هاتين الشركتين التي تتهمهما بفساد كبير؟ انت صبرت شهرين، اصبر يومين نعطي لك بمستند خير من كلامك شوي. طيب شكرا جزيلا لك استاذ بدر النحيب عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الأستاذ طلال ميهوب، أهلا بك. أهلا بك أستاذ طلال، دراستك أو تحليلك أيضا للموقف الإيطالي اليوم، غرد الرئيس الأمريكي عن ربما اتصال بينه وبين جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، أيضا وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد في روما التقى نظيره إنزو ميلانيزي، والتقى أيضا رئيس الوزراء الإيطالي، هل تعتقد أن إيطاليا ستسحب البساط من تحت المجلس الرئاسي؟ هل ستتفهم موقف الجيش والمعركة العادلة لتحرير طرابلس من الميليشيات؟ نحييك ونحيي ضيوف الكرام، وتحية للقوات المسلحة العربية الليبية لما تقدمه من تضحيات في سبيل تأمين الوطن والمواطن. إيطاليا سيد أحمد وليا الليبيين، كانت هناك والكلام هذا سأقوله على الشاشة، هم من أتى بالسراج باحترافات سفيرهم السابق بيروني، هم من أتوا بها على البارجة الإيطالية، وهم هذه الميليشيات صنيعة إيطاليا من أجل تفكيكها في يوم ما. المخابرات الإيطالية هي من تعمل على ذلك، وقد تنبهت لعمل بيروني في هذا الأمر مما دعاهم إلى التعجيل بإقالته. إيطاليا المعروف سياسة إيطاليا هي سياسة الولايات المتحدة، فإيطاليا الآن في طور سحب البساط
من السراج لمعرفتهم الجيدة بأن المجلس ما يعرف المجلس الرئاسي قد انتهى من المشهد السياسي بعد تحقيق الواضح والجلي مع الميليشيات المال وعصابات التطرف القاعدة ممثلة في القاعدة وداعش بعد بروز الأسماء واضحة جدا. هذه الأسماء في منها من هو تحت طائرة العقوبات الدولية. فإيطاليا لا مناص منها من سحب البساط من المجلس الرئاسي وإفساح المجال للقوات المسلحة للسيطرة على العاصمة وتطهيرها من هذه الميليشيات. وماذا عن بريطانيا أستاذ طلال؟ يا أحمد أنا في موضوع بنعرج عليه مهم جدا. تفضل. وموضوع بيتر ميلت السفير البريطاني السابق. هذا الشخص طبعا معروف أن المدة القانونية بتاعه قد انتهت. الآن هو مستشار لشركات الاستثمارية الليبية. هو من مهندسي الخيرات وهو الداعم كبير ورئيسي لتيار الإسلام السياسي المسيطر على العاصمة. أصدرنا كتاب يوم الأمس كلجنة دفاع وأمن قومي موجه لرئاسة الحكومة المؤقتة للتعميم والمخاطبة بأن هذا الشخص منتحل صفة السفير وليس له أي صفة بهذه للعمل بها. هو يخاطب قنوات الإخوان تروج على أن السفير البريطاني ممثل السياسة البريطانية داعم للوفاق. اليوم أصدر تغريدة بصفة السفير. نحن فأنا من منبركم أدعو السيد رئيس الحكومة للتعجيل بمخاطبة الجهات المعنية محليا ودوليا بأن هذا الشخص منتحل الصفة. أيضا هناك موضوع مهم جدا في شركات الاستثمار. سيتم مخاطبة السيد رئيس الحكومة للاستيضاح وهو شخص يدعى السيد إبراهيم قدور. هذا آمر الفرقة الثامنة في كتيبة النواسي معين في شركة الاستثمار. فعلى السيد رئيس الحكومة توضيح هذا الأمر لأن هذا الأمر خطير جدا إذا صح وإذا هذا القرار لازال ساري المفعول. طيب إذا أنت توجه الآن رسائل هامة وتضحى برسم المسؤولين في الحكومة. شكرا جزيلا لك أستاذ طلال الميهوب. أنتقل الآن إلى دكتور العربي الورفلي. دكتور. نعم. أتمنى أن يكون أو تكون نوعية الاتصال جيدة معك هذه المرة وأريد أن أفسح لك المجال لتحليلك قراءتك للموقف الدولي وأيضا موقف إيطاليا. هل تعتقد أنه يتجه إلى التغيير؟ نعم أستاذ أحمد، ربما يعني نعاني من قطع الاتصال. صحيح. هذه المشكلة، ولكن أريد هنا أن أتكلم بعجالة بسرعة حتى لا ينقطع الاتصال. بالفعل كما قلت لك أن الموقف الإيطالي أصبح الآن يتغير تدريجيا نحو الجيش الليبي بعد أن أيقنوا بالفعل وتأكدوا بالفعل بأن طرابلس مدينة تحكمها الميليشيات ولا يمكن أبدا وصول لحل سياسي أو حل بالانتخابات في ظل وجود هذه الميليشيات. إذن هو مسار عسكري. يعني الموقف الإيطالي سوف يتغير أو لم يكن قد تغير بالفعل. يعني هناك تصريحات تصدر من هنا وهناك من الحكومة الإيطالية تصب في الجيش الليبي، أيضا في موضوع الهجرة ومواضيع أخرى وضمان مصالحها الاقتصادية. هذه مواضيع مهمة جدا، وبالتالي إيطاليا أنا أراها قد يعني موقفها تغير من الجيش الليبي الآن. أيضا المواقف الأخرى دول الجوار ما حدث يصب في مصلحة دول الجوار خاصة ليبيا. السودان أنتم تعرفون يعني حصل فيها تغييرات سياسية وعسكرية لإنهاء حكم الأخوان في هذه الدولة وهي جارة ودولة شقيقة، وهذا مهم جدا. أيضا مصر تقوم ب دبلوماسي كبير، ايضا الاعلام المصري لا ننسى هنا الاخوه في مصر يبذلون جهود كلها تصب في مصلحه الشعب الليبي. العالم الان جله يعني وصل الى قناعه بان ليبيا
يجب أن يكون لديها حل أمني عسكري وصولا إلى انتخابات. حتى غسان سلامة وصل إلى هذه الفكرة بالفعل. وأيضا داخل أروقة الأمم المتحدة رأينا دول أفريقية متضامنة مع الجيش الليبي وتدعم الجيش الليبي وأحبطت المشروع البريطاني. أيضا الموقف الروسي له دور. إذن هذه جميع الدول دول الخليج العربي كلها الآن ترمي لإيجاد حل بالفعل أمني عسكري وصولا إلى ترسيخ الحل السياسي فيما بعد. أما في ظل وجود هذه الميليشيات لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي ولا يمكن أن يكون هناك انتخابات. جربنا هذه الانتخابات من 2012 وجربناها 2014. رأينا هذا عبد الرحمن السويحلي الآن الذي يزور المحاور هذا انقلب على إرادة الشعب الليبي 2014. إذن في ظل عدم وجود جيش ليبي لا يمكن الوصول أبدا إلى حل سياسي. هذه قناعة وصلت إليها كثير من الدول خاصة أيضا حتى الدول التي كانت لديها تحفظات على الجيش الليبي. أيضا الموقف التونسي أيضا مهم جدا. رأينا بعض التصريحات هنا وهناك أيضا تصب في جانب الجيش الليبي. تونس تريد ضمان أمنها أيضا وضمان مصالحها ولا يمكن ضمان هذه المصالح والأمن إلا بوجود جيش ليبي قوي يؤمن الوطن يؤمن المواطن يضمن الحدود يعني يحد من الهجرة غير الشرعية الجريمة المنظمة تهريب الأسلحة تهريب المخدرات إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تهم دول الجوار. إذن باختصار شديد أستاذ أحمد إن الموقف الدولي تغير بالفعل يعني خاصة ونحن نشهد الآن الجيش الليبي يتقدم على تخوم طرابلس وهي يعني هذا تقدم كبير وهذا أمر مهم جدا. رأينا هذا الجيش يقارع الإرهاب في بنغازي الآن أصبح على تخوم طرابلس والهدف هو ليس الجيش لا يوجه الرصاص أبدا إلى المواطن الليبي. الجيش قصده هو مكافحة الإرهابيين المجرمين الميليشيات. نعم دكتور فقط أريد أن أستعرض معك وأيضا مع بقية ضيوفي في المحور الأخير من هذه الحلقة مواقف بعض السياسيين الداعمين للحشد الميليشياوي. أريد أن أسألك تحديدا عن علي دبيبة وهو أبرز المتهمين بقضايا فساد واختلاس ونهب للمال العام ويداه ممتدتان للمال العام على مدار العهدين سبتمبر وفبراير. هو قال أو وصف عمليات الجيش في طرابلس بأنها عدوان همجي ودعا إلى سرعة التصدي له وإيقافه. كيف تعلق؟ نعم هذا علي دبيبة هذا كان يعني مالك مغارة علي بابا يعني هذا كان من الأركان النظام السابق سبتمبر. هذا كان يدير أكبر مؤسسة اللي هي مؤسسة الجهاز المراكز الإدارية. هذا كان لديه أكبر الميزانيات في ليبيا في ذلك الوقت استحوذ على كثير من المال وقد نشرت بعض الصحف وخاصة هنا صحيفة المرصد تقريرات يعني مطولة فيها السابق وعرفنا كيف يدير أملاكه والإمبراطورية. هذا يعني الآن يقوم تهريب أسلحة وتهريب دخائر استغل العلاقات الدولية وشركاته أيضا في هذا الجانب. طبعا هذا يريد الحفاظ على مصالحه المالية بالتأكيد هذا لن يدعم الجيش. طيب. أيضا رأينا بعض النواب الذين كانوا حتى ذهبوا إلى بنغازي وربما نادينا نحن أيضا بالمصالحة ونادوا بالمصالحة الآن يصفون الجيش الليبي بالفاشية. أنت تتحدث عن بالقاسم قزيت الذي وصفه البعض بأنه دعيل وسطية الآن سقط عنه القناع وتمترس مع الحشد الميليشياوي مع الإرهابيين ضد الجيش. نعم وكثيرين غيره يعني غير قزيط هذا اللي مشي لي الآن يصف الجيش الليبي بوصف يعني فاشي وجاب لهم وقال لهم الجيش الليبي هذا بيكون زي كوريا الشماليه الى غير ذلك من هذه الهراء التي يردده هذا الرجل. كثيرين انخدعنا بهم ربما انخدعوا بهم حتى المواطنين استقبلوهم استقبال جيد في بنغازي وراينا هذه الاستقبالات والحفاوه وكرم الضيافه. الان انقلبوا على الجيش الليبي لان هؤلاء يستشعرون الخطر يستشعرون بان مراكزهم يعني لن طيب. يكون لهم ربما نفوذ في المستقبل. دعني ايضا احول السؤال عن هذه الشخصيه التي كانت تدعي دائما أنها وطنية ووسطية إلى الأستاذ رضوان الفيتوري. أستاذ رضوان كيف تعلق على تصريحات بلقاسم قزيط عضو مجلس الاستشاري للدولة الأخيرة؟ هو قال أن الجيش أو وجه حديثه مباشرة إلى القائد العام وصفه بأنه عسكري فاشي يريد تحويل
المنطقة الشرقية إلى كوريا الشمالية؟ يعني أولا يعني وعذرا على يعني على الأسلوب، أولا التعليق البديهي يعني إن لم تستحي فافعل ما شئت. واضح جدا يا دكتور بالنسبة لسيادة المشير، يعني واضح لدى العالم بأجمعه، اتضحت شخصية الجيش وشخصية المشير لدى كل المحافل الدولية. دعني أتفق معك دكتور أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالأقوى، وأيضا دكتور يعني لا لحكم العسكر. نعم مقولة صحيحة ولكن أريد بها باطل، وأيضا ليس وقتها الآن لا لحكم العسكر. عندما تكون هناك دولة يا أخي، دولة مؤسسات مدنية يعني أجهزة، هناك دولة تقول لا لحكم العسكر فليكن. الآن أستاذي نحن على وشك بناء الدولة، لا يمكن، لا توجد دولة بدون جيش. فهنا من يتصدق بأن لا لحكم العسكر هو له مصلحة مباشرة بتمديد عمر هذه الفترة التي عانى منها الويلات والويلات الشعب الليبي. أستاذي لاحظ يعني حضرتك بالنسبة للموقف الإيطالي مثلا تحديدا، الموقف الإيطالي كان لفترة سابقة من عدة أشهر كان يتهم في أماكن معينة أن إيطاليا لا تتعامل مع دولة إنما تتعامل مع مافيا ومع ميليشيات، وأيضا كان موقفها مع الجيش ومع القيادة معروف. الآن تغير الموقف برمته ورأينا كيف المشير حفتر كان نجم باليرمو بلا منازع لولا حضوره. إذا الخلاصة أستاذي الأمر الواقع، الأمر الواقع القوي، وأيضا لحاجة المجتمع الدولي الماسع إلى فريق قوي على أرض الواقع يبسط سيطرته على كل الوطن ويتمتع بحاضنة شعبية واسعة ويرعى الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين وبين ليبيا، لم يجدوا هذا الشريك إلا في الجيش الوطني الليبي. إذن أستاذي نرى الاتصال الأخير الذي يعني هو يعني في نظر المنطق أنه قلب الموازين، لكن أستاذي يعني جاء يعني ثمرة من ثمار شهود جيش البطل. طيب دعني أنتقل لأرحب الآن بالدكتور علي التكبالي. دكتور أهلا بك، عضو مجلس النواب عن طرابلس. دكتور علي التكبالي هل أنت معي؟ أسمعك. طيب في مشكلة في الصوت ولا يصلني هنا، لكن أريد أن أسرد السؤال عليك على أمل أن أستمع إلى الإجابة. أريد أن أستعرض أمامك عدد من المواقف من السياسيين الداعمين للحشد الميليشياوي، ودعني أبدأ من حمودة سيالة عضو مجلس النواب. هو قال بداية أنكم تتحكمون في البرلمان بثلاثين نائبا، كيف ترد؟ يا سيدي حمودة سيالة كان معنا وكان يعرف أن مجلس النواب كان قويا جدا، وأن الذي أفشل مجلس النواب هو الخلاف على حكومة الشقاق، وقد أسميناها منذ اليوم الأول حكومة الشقاق لأننا كنا نعلم أنها ستقع ذلك وأن هناك النواب الذين سوف يذهبون هناك. السيد سيالة عنده الحق يقول أن التصويت على الجيش لم يكن صحيحا، لأنه منذ اليوم الأول هو والسيد السراج الوحيدان الذين امتنع عن التصويت، وبل أراد أن يجمع التوقيعات على بطلان هذا التصويت ولكنهما فشلا، فهو إذن لن يكون مع الجيش أبدا. طيب علي دبيبة هل يمكن أن يكون مع الجيش؟ هو أطلق تصريحات أيضا ضد عملية تحرير طرابلس ووصفها بالبربرية والهمجية
والعدوانية. هذا الرجل المتهم بالفساد والاختلاس، كيف تعلق على تصريحاته؟ هذا السيد يصف الجيش بالبربرية ولم يصف القوات التي دخلت على طرابلس وأحرقتها بالبربرية بل باركها. وأيضا هو جماعته أجبروا السيد السراج على أن يصدر له قرارا برفع الحراسة عنه، ونحن نعلم من هو السيد، فكان يسمى أيام القذافي، كان معروفا وكان ماله كله. ماذا كان يسمى دكتور أيام القذافي؟ بت فيه النائب العام وغيره والقضاء، ولكن أصدره قرارا، ونحن نعلم أن شيء يحدث في طرابلس اليوم هناك يوجد قانون أو يوجد شيء آخر، ولكن لأن هناك سلطة ميليشيوية هي التي تتحكم في كل شيء. بما كان يوصف في عهد العقيد القذافي؟ مستر 2%. طيب، أريد أيضا أن أنقل لك تصريحات الأستاذ بلقاسم قزيت عضو المجلس الاستشاري للدولة. اصطفافه مع الحشد الميليشياوي ضد الجيش الذي كان قبل أشهر يتملقه ويتملق قياداته، هل فاجأك؟ أنا لم يفاجئني أحد منهم يا سيدي، أنا أعرف من هم. ليس هناك متأثر. فقدنا الاتصال. هو يصف أيضا بلقاسم قزيت ب المتأسلم، بمعنى أنه أيضا منتمي لتيار الإخوان المسلمين، وسقط القناع عنه الآن. أريد أن أختم مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ إدريس المغربي عضو مجلس النواب. أستاذ إدريس تفضل. بالتأكيد أنت سيد أحمد صرت بعض الشخصيات أنا نعرفهم بعض الشيء. أنا صراحة يعني عكس كلام السيد علي التكمالي، أنا صدمت في بلقاسم قزيت. يعني كنا نرى في السيد بلقاسم هو التيار الوطني، هو اللي ضد التيار الإسلامي في مجلس الدولة، هو اللي ضد الميليشيات، لكن على أول موقف صراحة أنا مصدوم من موقف السيد بلقاسم قزيت، ونتمنى أنه هو يرجع صراحة. يعني أنا خطابي للشباب اللي حاربوا، وهذا رأيي، هذه جزئية مهمة، وخطابي للمناطق، وخطابي للمناطق، المنطقة الغربية وسكان المنطقة الغربية. نحن زي ما قلنا بدري وسائد الضيوف، نرى قصة المجتمع الدولي يعني انتهت خلاص بالنسبة لنا. نحن نحاول نخاطبه، مش على الأقل نجيبه أكثر عدد، ونمنع الشباب أنهم يخشوش فيها المحرقة ويصدموا بالجيش، لنرى الجيش مازال ما استعملش القوة اللي تعرفوا أنتم. نرى الجيش يحاول يسحب وما يبيش يضر السكان، ما يبيش يهجر، ما يبيش يحرق المدن، ما يبيش، لأن راهو في النهاية بالكل هذا جيشكم، وضعهم عيالكم، وضعهم ضباطكم، وضعهم عسكريينكم، راهم من جميع المناطق، من مفتاح مقيل ورفلي، جمال بن عامر المصراتي، إدريس مادي الزنتاني، فوزي المنصوري العبيدي، يعني راهم معركة وطن، يعني راهم ما فيش، راه كله يعني في ضباط من الغرب، في ضباط من الجنوب، بالنايل مو من الجنوب، يعني راهم كلهم ضباط ليبيين موجودين. نحن الله غالب ما عندناش ضباطهم موجودين، لكن نحن ما ينفعش ناخذوا عمل الضباط ونقول نشتغل والله نحن اللي عسكريين. نحن ماناش عسكريين، نحن مدنيين، وحتى الشباب اللي قاتلوا ولا نتمنى منهم يرجعوا. راهو الان دوليا انتهت، الزخم الدولي اللي كان يكذب عليه كان المجموعه السياسيه الموجوده المستفيده اللي يطلع ويحكوا راهو مضوم، ارصدتهم برا، حساباتهم برا، فلوسهم برا. انا بصراحه نبي نحيي مدينه غريان في هذه اللحظه وعلى موقف الوطني من سكان هذه المدينه بالكامل، ونبي نوصل رساله للسيد رئيس الحكومه عبد الله الثني الاهتمام الخاص بهذه المدينه، من امداد، من تموين، من وقود، من جميلين. بصراحه موقف هذه المدينه موقف مشرف، ونتمنى ان هم يعطيها لفته خاصه، لاننا نعرف وضعيتها ونعرف حتى الجغرافيا نتاعها مهمه جدا، وان هي مجلس. فانا نوجه للسيد رئيس الحكومه خطاب ان هو يهتم بهذه المدينه اهتمام خاص. المناطق كل مناطقنا ومدننا، لكن المدينه هذه لها خصوصيه، ونتمنى ان انا زيد ما نعاود اخرى اخوي احمد اذا كانك انت مش عارف بدري اقل من دقيقه. نعم، القاسم قزيت من بدري قال كلمه من جانب الفكاهه، يقول والله ليبيا تقعد كوريا الشماليه وخليفه حفتر زي لا خليفه حفتر طويل وهذاك سير. شكرا. طيب، شكرا. انتقل لدكتور العربي الوفلي لاختم معه. دكتور، كلمه في الختام. طيب، استاذ رضوان الفيتوري، كلمه في الختام. يعني النداء، وقد يكون النداء الاخير، يعني ونحن نرى
مشارف انتهاء تحرير طرابلس قد يكون في أقل من بضعة أيام النداء الأخير لهؤلاء الشباب الغر المغرر بهم أن ينسحبوا. لاحظ لا أين قاداتهم؟ أين رؤسائهم؟ أين القادة نتاعهم؟ كلهم جلهم خارج البلاد. لماذا أنت أيها الشاب تقاتل وتدفع روحك أمام أناس عقيدتهم وانتمائهم ليس لليبيا وهم لا يجوا معك أصلا؟ عندما تصبح شريحا أو قتيلا من اللي يدورك؟ نعم. فلذلك آن الأوان يا دكتور أن الشباب الإصرار هذوم آن الأوان أن يعني يفرقوا بين الحق والباطل. وأعتقد أن الأيام الجاية وحسب يعني الترتيبات خطة القيادة العامة على وشك. وأيضا يا دكتور كلمة أخيرة. نعم. هذه الحشود الضخمة التي رأيناها بالأمس الأول هي نقطة في غاية الأهمية. هي ليست فقط لتحرير العاصمة. العاصمة أمرها تم وانتهي. هي لأهداف خارج العاصمة وأهداف حيوية تمس دعني أنتقل الآن ليختم مع دكتور العربي الورفلي. دكتور تفضل كلمة. نعم سيد أحمد، كلمة أخيرة هي أنا دائما أعيد وأكرر لهؤلاء الأبناء في الميليشيات عليهم سحب أبنائهم من هذه الميليشيات. الجيش راه مصمم على دحر هذه الميليشيات. حرام يا سيدي ونحن نشاهد هؤلاء الشباب في عمر الزهور يزج بهم في معارك ويقوم هذا السويحلي بتحريضهم ولا بشاغة بتحريضهم ولا هؤلاء المسؤولين بتحريضهم. هؤلاء المستفيدين في النهاية أبنائهم يدرسون في الخارج وأمورهم عال العال وتمام التمام، والضحية هو دائما هذا الشاب. إذن أنا أتمنى من الأهالي سحب أبنائهم من هذه الميليشيات. والله ما الجيش مصمم على دحر هذا الإرهاب ودحر هذه الميليشيات، ومن كان يصدق جميعا من كان يصدق استطعنا تأسيس جيش قوي جيش دحر الإرهاب والآن يصارع في هذه الميليشيات. هل كان لو جيت لأي ليبي وقلت له من الذي يستطيع الوقوف في هذه في وجه هذه الميليشيات يقول لك لا أحد. الآن لدينا جيش منظم يريد بسط الأمن على العاصمة طرابلس ولجم جبروت هؤلاء المجرمين هؤلاء الذين أدلوا الناس الذين أرعبوا الناس الذين أرهبوا الناس الذين مارسوا الحرق والهدم والتهجير وكل الجرائم ارتكبوها. إذن الجيش الآن مستمر والجيش الآن يحظى بدعم شعب، وهذا هو الفرق بيننا وبين الميليشيات. الميليشيات لا حاضنة شعبية لهم، نحن لدينا الحاضنة الشعبية. وأيضا على المستوى الدولي كثير من الدول غيرت مواقفها وكثير من الدول الآن هي داعمة للجيش الليبي وبوضوح. المحلل السياسي دكتور العربي الورفلي شكرا جزيلا لك. أشكر الكاتب الصحفي الأستاذ رضوان الفيتوري، أشكر ضيفي هنا في الاستوديو عضو مجلس النواب الأستاذ إدريس المغربي، كما أشكر عضو مجلس النواب الأستاذ زايد هدية، الأستاذ بدر النحيب، دكتور علي التكبالي، والأستاذ طلال الميهوب. الشكر في ختام هذه الحلقة موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد لقمار، في أمان الله.